طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. Introduction I will go through a power system analysis training course part 1 and part 2. راح احكي على 2 parts في هذا الكورس. راح نحكي عن الكورس overview، راح ناخذ نظرة عامة عن الكورس، تمام، بشقي part 1 و part 2. بعدين راح نحكي عن الكورس اجندا لكل سكشن، وهلا راح نشوف شو معنى كل سكشن. بعدين راح احكي عن الريفرنسز اللي I have used within هذا الكورس، تمام. هلا الكورس تبع الباور سيستم اناليسز بارت 1 اند بارت 2 بشكل عام، لو بدنا نحكي عن الكورس اوفر فيو له، البيربوس والهدف الرئيسي من هذا التريننج كورس انه نعطي ديتيلد ريفيو ل المين كونسبتس للباور سيستم اناليسز، بالذات الكونسبتس اللي عاده ما تستخدم بشكل متكرر بالباور سيستم ستراكشر. لما نحكي عن الجنريشن، لما نحكي عن الترانسميشن، نحكي عن الديستريبيوشن، نحكي عن الكونسومشن، واي مجال في الانجينيرنج سيركت اناليسز، تمام. لما نحكي عن البيسكس بتاعت السيركتس، نحكي هاو تو ديل وذ اني باور سيستم، واستخدم فور اكزامبل الثيفنن والنودل والمش، تمام، والكيرتشوف. و ايضا بنتحدث عن الالكتريكال ماشينري فاندامنتلز البيسكس، وراح نعرف ليش راح نحكي بشكل عام عن الالكتريكال ماشينري فاندامنتلز. لما نحكي عن السينكرونس جنريتر، نحكي عن الباور ترانسفورمر، لما نحكي عن الاندكشن ماشينز بشكل عام. In addition to this راح نحكي عن transmission line, overhead transmission line اللي هي خطوط النقل، وال power system analysis من fault analysis, power flow, stability, transient stability, harmonics. هذا كله تقريبا منغطي بهذا الكورس. In addition to MATLAB and ETAP applications لعدة مواضيع within هذا الكورس. هلا هذا الكورس is divided into two parts، هو جزئين رئيسيين، تمام، وكل بارت مكون من سيكشنز، من اقسام. كل بارت مكون من سيكشنز ومن اقسام، بحيث لو بدي اتحدث فور اكزامبل على البارت 1 اللي هو هذا الجزء الاول من هذا الكورس اللي هو باور سيستم اناليسيس بارت 1، بغطي فيه 4 سيكشنز. سيكشن 1 بحكي فيه عن الباور سيستمز ستراكشرز والاوفر فيو عنها، بنحكي عن الباور بلانتس، بنحكي عن الستراكشر تاع الباور سيستم، وبستخدم او ويل جو ثرو فور اكزامبل 1 اكزامبل اوف ا كول بيست ستيم اور ثيرمال باور بلانت، تمام. بتحدث فيه عن الجنريشن، بنحكي شوي عن الترانسميشن، بنحكي عن الديستريبيوشن في هذا السيكشن، تمام. السيكشن الثاني بحكي فيه عن الانجينيرنج سيركتس اناليسيس، يعني بنعمل انترودكشن للسيركتس، تمام، وراح نشوف ليش احنا عم نعمل انترودكشن للسيركتس، انه في النهايه هذا الباور سيستم لما احكي عنه في بارت في بارت 1 سيكشن 1 راح نشوفه عباره عن مجموعه ماشينز ولودز انتركونكتد مع بعض، جنريترز، في عندي لودز مربوطين ثرو ترانسميشن لاينز، ترانسفورمرز، ولكل هذا النوع من الماشينز في لها الايكوفالنت سيركت، الدائره المكافئه. ففي النهايه راح ارجع بشكل عام استخدم السيركتس برينسيبلز لما احسب فور اكزامبل باور فلو، او لما اشوف احسب شورت سيركت عن سيرتن باس، او نعمل استابيليتي ستدي فور اكزامبل نشوف لي بري فولت ديورينج فولت والبوست فولت كونديشن. فالسيركتس اذا از سمثينج اكستريملي اند امبورتنت اند كروشال في اندرستاندينج الباور سيستم اناليسيس. فراح احكي عن السيركتس وراح اول ديب دايف افرجيك الاوفر فيو عن السيركتس كمان في هذا السكشن. سكشن 3 بحكي عن الالكتريكال ماشينري زائد السبستيشنز فاندمنتلز، نحكي عن الجنريشن، وبالتالي بحكي عن السينكرونس جنريتر، بحكي عن الباور ترانسفورمرز الموجودين اول اوفر ذا نتورك، بحكي عن الاندكشن موتورز، بحكي عن الترانسميشن لاينز اللي رابطه كل هاي الكومبوننتس مع بعض، وبحكي عن السبستيشنز، تمام. بنحكي عن انترودكشن عن هاي السبستيشنز بانواعها كلها، تمام. وبالسكشن الرابع بنحكي ديتيلد اناليسيس على الاوفرهيد ترانسميشن لاينز، بنحكي عن الريزيستنس، الاندكتنس، الكاباسيتنس، الكوفالنت سيركتس، الشورت ترانسميشن لاين، الميديوم لينث، اللونج لينث ترانسميشن لاين. هذا كلياته بتغطى في بارت 1. هلا احنا اذا فهمنا بارت 1 معناته احنا وي ار ريدي تو جو ثرو بارت 2. بحيث ببارت 2 في عندي 3 سيكشنز اندر بارت 2 بحكي فيها عن الباور فلو اناليسيس، تمام، راح اشوف التايبس اوف الباور فلو، راح نحكي عنها ان ديتيلز، بحكي عن الشورت سيركت كالكوليشنز او الفولت اناليسيس، وبحكي عن الاستابيليتي ستدي، بحكي عن الاستابيليتي ستدي، تمام. هذول بيسكلي 3 مين توبكس بتغطوا في هذا البارت. طيب
هلا لو بدي اروح احكي عن بارت 1، بارت 1 بشكل عام هذا البارت وي اتمت تو ستدي ان باور سيستم اناليسيس بارت 1 من خلال 35 اورز 35 ساعه ريكوردد بهذا البارت. بحاول اغطي فيها موستلي معظم الاسبكتس والبيسكس للباور سيستم، بحيث زي ما حكيت لك هي عباره عن فور سيكشنز. في السكشن الاول بحكي عن انترودكشن للباور سيستمز والباور سيستم ستراكشر، شو معنى جنريشن ترانسميشن ديستريبيوشن كونسومشن. بحكي عن براكتيكال اوفر فيو للباور سيستم ستراكشرز، بستعرض لك باور بلانت، بنستعرض مجموعه من السب ستيشنز، بنستعرض ترانسميشن لاينز، بنشوف مجموعه لودز في فاكتورز. بعدين بحكي عن الانرجي ديفينيشن والفورمز والتايبس للانرجي، ونتعرف على الفورمز اوف الانرجي والتايبس بتاعت الانرجي. بعدين بحكي عن الباور بلانتس كاتيجورايزيشن، كيف مقسم الباور بلانتس، وباخذ اكزامبل بحلله ان ديتيلز في كول بيس ستيم باور بلانت، وبستعرض فيه مجموعه من الفيديوز الموجوده باليوتيوب بحيث انه بنشرحها يعني باللغه العربيه ونوضحها بحيث انه تكون الصوره مكتمله للجميع. وهذا كلياته بتغطى بالسكشن الاول من بارت 1. بعد ما اخلص السكشن الاول من بارت 1 بروح للسكشن الثاني وبغطي فيه البيسك سيركت اليمنتس، تمام. بحكي عن السورس اللود كونفنشنز، بنحكي عن السيمتريكال 3 فيس سيستم، بنحكي شو معنى الاي سي ودي سي سيركت اناليسيس، تمام. بشوف بعض الماتلاب سيميوليشن فور هاي سيركتس، باخذ باور سيستم وبعمل الاناليسيس ستيت ستيت اناليسيس، بعمل فور اكزامبل عند سيرتين بوينت بطلب انك نحسب الكرنت، فبعمل ثيفنن اناليسيس فور اكزامبل، بحسب في ثيفنن وبحسب زد ثيفنن، بستخدم نودال اناليسيس حتى اجيب الفولتجز عند الباسز، المش اناليسيس حتى اشوف المش كرنت، بعدين احسب الاكتشوال برانش كرنت. بعد هيك بحكي عن الانستانتانيوس باور، بحكي عن الاكتف او الريال باور، بحكي عن الرياكتف باور، تمام، اللي هو القدره الفعاله والقدره الغير فعاله، بحكي عن الابرنت باور القدره الظاهريه. بعدين بعمل في اكزامبل بشكل عام بفرجيك هاو تو كالكوليت الباورز البي والكيو والاس. بعدين بستعرض البالانسد 3 فيز باور سيستم وبفرجيك ليش احنا بنروح مع البير فيز analysis when we do any analysis. بعدين بفرجيك الادفانتجز للبير يونت analysis لما السيستم تتعقد ولما يكون عندي ميجا فولت امبير بيس وكيلو فولت بيس، وكيف انا بعمل normalization للباراميترز للسيستم على هاي النيو بيس باراميترز. بعدين بنحكي على البير يونت للترانسفورمر. هذا كلياته بتغطى بالسكشن الثاني لبارت 1. السكشن الثالث بحكي فيه بشكل عام عن المين كومبوننتس اللي شكلوا لي الباور سيستم. سينكرونس جنريتر تكون عندنا محاضره اوفر فيو عنه وليس ديتيلد، لانه في عندي ديديكيتد كورس مكون من 23 ساعه بحكي فيه عن سينكرونس جنريتر، ولكن هون احنا بخلال ساعه ونص بس وي جو ثرو فيري فاست السينكرونس جنريتر، بحيث اف سمبادي مثلا doesn't want to register because synchronous generator يعني هي refreshes his mind بالسينكرونس جنريتر. وبحكي ذا سيم على الباور ترانسفورمر، علمنا انه ايضا في عنا ديديكيتد كورس الباور ترانسفورمر تقريبا 21 ساعه. بعدين بحكي على الاندكشن موتورز وله برضه كورس اوفر فيو بسيط جدا، علما انه له ديديكيتد كورس تقريبا 22 ساعه. بعدين بحكي عن الهاي فولتج والميديوم فولتج سب ستيشنز بانواعها، بي هاو تو كاتيجورايز سب ستيشنز، هاو تو ريد سنجل لاين، تو ريد اللي اوت سكشن لاي محطه، بحيث انه بيكون عندنا شوي البيسكس لهي المين كومبوننتس للباور سيستم. بعد هيك بحكي عن ترانسميشن لاين وبستعرض المين بارامترز للترانسميشن لاين، اشكال الابراج، انواع التاورز الموجودين عندي، وجو ثرو بعض البيسكس في الالكترومغنتكس انها راح تساعدني بالسكشن الرابع من البارت الاول اللي هو بدخل فيه ان ديتيلز وبحكي عن الترانسميشن لاين بارامترز، بحكي عن ريزيستنس اوف ذا ترانسميشن لاين، بحكي عن اندكتنس اوف ذا ترانسميشن لاينز، بحيث انه وي جو ثرو سم اوف ذا ديتيل توبكس، الانترنال اندكتنس لايزوليتد كرنت كارين كوندكتور، الانترنال اندكتنس لايزوليتد كرنت كارين كوندكتور والاكسترنال اندكتنس، تمام. وبشوف بشكل عام التوتال اندكتنس لهذا النتورك اللي هي المحاثه تاعت الخط، بشوف الفلكس لينكج للكوندكتور بمجموعه من الكوندكتورز، بدرس الاندكتنس وبحسب هاو تو ديرايف ذا ايكويشن اوف ذا اندكتنس لثري فيس سيستم وذ ترانسبوزيشن وذ. بعدين بدرس الكاباسيتنس وبحكي على الالكتريك فيلد انتنسيتي وبحكي عن الكاباسيتنس اوف البارل بليت سيلندريكال اند سفيريكال كاباسيتورز بشكل عام، وبحكي عن الكاباسيتنس للكوندكتورز، بحكي عن دايفرجنس ثيرم بشكل عام، بحكي عن الكاباسيتنس اوف سنجل فيس سيستم، بحكي عن
بشوف الميرور افكت او الايمج ثيوري، بحكي على الكاباسنس وثري فيز. طبعا هتشوف لما احكي على الاندكتنس بستخدم بشكل عام امبيرس لو والالكترومغنتيك فيلدز، لما احكي على الكاباسنس بحكي على الالكتروستاتكس، تمام، بستخدم فيها جاوس لو. بعدين ببدا بعد ما حصلت على المين بارامترز للترانسميشن لاين بشوف الستيد ستيت والدايناميك اناليسيز لكل نوع من الترانسميشن لاين، الشورت ترانسميشن لاين، الميديوم لينث ترانسميشن لاين، واللونج ترانسميشن لاين. وبدرس الفولتج دروب والفولتج ريجوليشن بشكل عام للشورت ترانسميشن لاين، بدرس الستيد ستيت والداينامكس للجي تايب ايكوفالنت سيركت ميديوم لينث ترانسميشن لاين، الباي ايكوفالنت سيركت، التي ايكوفالنت سيركت، وبدرس الفيرانتي افكت. بعدين بدرس اللونج ترانسميشن لاين، بدرسه من حيث الستيد ستيت ومن ناحيه الداينامكس. هلا بشكل عام هاي الكونسبتس كلياتها موجوده في، يعني كان بي فاوند ان اني تكست بوك، وراح افرجيك التكست بوكس اللي انا عم برجع لها ديورينج هذا الكورس. هلا بدي جو ثرو بارت 1، تمام، واستعرض بعض الاكسلريتد فيديوز في بارت 1، بحيث راح استخدم او الجو ثرو سكشن باي سكشن سكشن باي سكشن. فمثلا اول شيء بدنا نعرف انه بارت 1 اللي هو باور سيستم اناليسيس بارت 1، الجزء الاول من هذا الكورس، اللي هو تقريبا مدته، مش تقريبا، هو اكزاكتلي مدته 35 ساعه و 19 مينت 35 hours detailed analysis لهاي السكشنز. فلاحظ في السكشن الأول نحكي عن introduction للpower system analysis بشكل عام، وطلع التوبكس في هذا السكشن بغطي فيها اللي أنا حكيت لك إياها: power system structure, practical overview, energy, power plants, coal based، وبعض الانيميتد فيديوز. تمام، تقريبا هذا السكشن مدته 5 hours and 34 minutes. هلا راح استعرض بعض الاكسلريتد فيديوز لهذا السكشن مع بعض. فاول لكتشر في السكشن نمبر 1 في بارت 1 اللي هي بحكي فيه عن البيسكس اوف الكتريكال باور سيستم، وزي ما انت شايف بستعرض فيجر معين ببين لي راديال باور سيستم، واي جو ثرو هذا الباور سيستم ان ديتيلز من جهه الجنريشن، بشرح لك شو الجنريشن، شو البرايمري ترانسميشن سب ستيشنز، وبحاول تو درو اور تو سكتش سنجل لاين دايجرام فور ذا سيم. بعدين بنتقل للبرايمري ترانسميشن سب ستيشنز، بوضح طبعا ما قبلها اللي هو جنريتر ستيب اب ترانسفورمرز وبالبرايمري ترانسميشن سب ستيشنز. بعدين بحكي عن سب ترانسميشن البرايمري والسكندري سب ترانسميشن. بعدين بنحكي عن البرايمري اند سكندري ديستريبيوشن سب ستيشنز تقريبا في هاي السكشن. فبرسم هذا النتورك اللي كانت موجوده عندي في البدايه، تقريبا بنحاول نوعا ما نستعرضها ونرسم سنجل لاين دايجرام تبعها. وبعدين بعد ما حكينا عن الباور سيستم ستراكشر في لكتشر نمبر 1، بروح في لكتشر نمبر 2 بحكي عن البراكتيكال اوفر فيو لهذا الباور سيستم ستراكشر. بعد ما شفنا هالباور سيستم، شفنا فيجر معين في راديال ورسمنا السنجل لاين دايجرام، هلا بنروح لبراكتيكال اوفر فيو، بنستعرض بعض الصور وبعض الفيديوز اللي بتوضح لي براكتيكالي شو عم نحكي عن كل كومبوننتس. فزي ما انت شايف تقريبا عم نبدا من حيث انتهينا بالمحاضره السابقه، تمام، نبدأ من حيث انتهينا. ففي كان عندي single line diagram، هلا ببدأ باستعراض most of the components. فواخد for example single line diagram للgeneration stations، وبستعرض المين components: الجنريتر، generator step up transformer، generator circuit breaker، هذا كله بستعرضه بهاي السيشن. بعدين بعض single line diagrams، ال 3D فوتوز لباور بلانتس، تمام، وبستعرض اكثر من باور بلانت بالسكشنز تاعتها: الجنريتر، الجنريتر سيركت بريكر، وايضا بدخل بالسب ستيشن تاعتها اللي هو البرايمري ترانسميشن سب ستيشن، تمام، وبستعرض بعض السكشنز وبعض اللي اوتس. بعدين بحكي على الترانسميشن لاينز، تمام، وبستعرض كيف اشكال ترانسميشن لاين، بحكي فور اكزامبل عن البرايمري سب ترانسميشن سب ستيشن، بكون في عندي 1 and a half breaker، تمام، وكيف السنجل لاين اللي اوت والسكشن لهي المحطه. بعدين بروح ل 132 اوفر 33 كي في سب ستيشن. تقريبا لاحظ يعني انت بتخطيطي لهي الموضوع تقريبا بكون غطينا البيسكس تاعت السب ستيشنز، تمام، بنحكي عن برايمري ديستريبيوشن، سكندري ديستريبيوشن، وما قبلها على الترانسميشن سب ستيشنز تقريبا. وبالتالي هيك بكون انت تغطيت موست اوف البراكتيكال اوفر فيو لهذا الباور سيستم كومبوننتس. After this بنحكي في اللكتشر الثالثة عن الانرجي definition، تعريف كلمة الانرجي والforms of energy وtypes of energy، وهي إلها dedicated session حتى نمهد لكل البيسكس لهذا الكورس. فلاحظ هلا for example بنحكي عن الانرجي وبنعرف شو معنى تعريف الانرجي، تمام، ومنشوف شو معنى كلمة work، شو معنى كلمة heat، شو الforms of energy، kinetic potential flow، ونبدأ بالsix types of energy بنشرحهم in details بشكل عام، تمام. و
زي ما انت شايف بستعرض بعض انواع الانرجي وبدخل في بعض الديتيلز فيها لما نحكي عن الكتريك فيلد، لما نحكي عن الكتريكال انرجي والكتريك شارج ات ريست اند الكتريك شارج ات موشن، نحكي عن الميكانيكال انرجي وشو كيف الميكانيكال والالكتريكال انترتشينجبلي بستخدمهم. فور اكزامبل في حاله الجنريتر عم بحول من ميكانيكال لالكتريكال، في حاله الموتور من الكتريكال لميكانيكال. تمام، بعد ما هيك بنحكي عن الثيرمال انرجي، بعدين بنحكي عن الالكترومغنتيك انرجي، بنحكي عن الكيميكال انرجي، وبنحكي عن نيوكلير انرجي. تمام، في انواع الانرجيز. طب بعدين بنحكي عن البرايمري انرجي سورسز. تمام، البرايمري انرجي سورسز زي ما انت شايف بنحكي عن التراديشنال والنيو والرينيوبل، تمهيدا للمحاضره اللي بعدها اللي انا بحكي فيها عن الباور بلانتس كاتيجورايزيشن او كلاسيفيكيشن. لاحظ المحاضره اللي بعدها اللي عباره عن لكتشر نمبر 4 بحكي فيها عن الباور بلانتس كاتيجورايزيشن، كيف بنقسم الباور بلانتس، والها ديديكيتد لكتشر بتوضح هاي الديتيل. هون تقريبا انا بفرجيك كيف بنقسم الباور بلانتس لثيرمال وسولار وهايدرو، بعدين في فيرذر كلاسيفيكيشن او كاتيجورايزيشن لها كيف هاو تو مور يعني كلاسيفاي ثيرمال لنيوكلير ستيم جيوثيرمال وستيم لكول بيست جاز بيست بايوماس فور اكزامبل. وتقريبا هيك بنستعرض بعض البلوك دياجرامز لبعض الجنريشن ستيشنز. والسولر كيف بقسمها لثيرمال لفوتوفولتيك لويند. تمام، وبنستعرض بعض الفوتوز اللي بتوضح البرنسبل اوف اوبريشن تقريبا بشكل سريع وخاطف عن هاي النوع من الانرجي. تمام، بنحكي عن السولر، بنحكي عن الويند، بنحكي عن الهايدرو بشكل عام. تمام، فهذا كله تقريبا بنغطيه بهذا الكورس. الكورس السكشن الاول طبعا اللكتشرز 5 و6 و7 تقريبا بدور حول نفس الموضوع، بختار كول بيست ستيم اور ثيرمال باور بلانت وبحللها ان ديتيلز، بحكي عن كيف رحله الجيرني تبعت الكول من لما يكون عندي كول حتى اي جنريت الكتريسيتي على اطراف الجنريتر. وفي عندي بلوك دياجرام بستعرض فيه هاي الكول بيست ستيم باور بلانت، وفي انيميتد فيديو بوضح موجود في اليوتيوب افيلبل بنشرحه بشكل عام باللغه العربيه ان شاء الله. اول محاضره في الكول بيس باور بلانت ببدا بستعرض هذا النوع اللي هو بركز فيه اللي هو التراديشنال برايمري انرجي سورس، وبالذات اللي هو الكول لما يكون عندي سوليد فيول. بنبدا من عمليه نقل الكول من الكول ماينز يوزنج الواجنز او التريلرز للفيول ستورج اريا، وبعدين ببدا بهاي اللكتشر ان ديتيلز تو جو ثرو الجيرني اوف ذا كول. تمام، بعدين بودي للبولفرايزيشن، بعدين بودي للكومبشن بيد. تمام، والكومبشن in order to let's say perform هذا الكومبشن اللي هو الفاست كيميكال رياكشن بين الاكسجين والاليمنتس اوف فيول كونتنتس، وبشرح كيف الهيت جنريتد وهي الهيت كيف بدخلها انا على الستيم جنريتر او البويلر، وكيف انا برفع حراره الووتر تمام للحراره اللي انا بدي اياها تارجتد فور اكزامبل حتى اني ادخلها على ستيم توربين، وكيف الرانكين سايكل برضه بحكي عنها ان ديتيلز بحيث بوضحها بشكل عام من خلال صور ومن خلال انيميتد فيديوز برضو. بنشرح ان ديتيلز عن ستيم توربين، عن الديريترز ومقابل الديريتر طبعا الاكزوستد فيول راح يطلع عندي على الكوندنسر الاكزوستد هيت سوري، وبحيث انه هذا الووتر هاي الووتر سوري الاكزوستد ووتر اللي طالع عندي انا بدخلها على الكوندنسر حتى تيك اوف هاي الهيت منها، وبرجع بستخدمها كمان مره في الكلوزد لوب الموجود عندي فيد ووتر. تمام، وبشرحها كلياتها هاي ان ديتيلز تقريبا، وباخذ بلوك دياجرام بشرح على الرانكين سايكل بشكل عام، وكيف في كل مرة شو البيسكس تاعت هاي الرانكين، وين بحصل على الشافت ورك، وين الانيرجي الادد، وين الانيرجي الاكستراكتد، بعدين حتى اوصل للميكانيكال كابلينج. بالفيديو اللي بعده لاحظ بالفيديو اللي بعده بستعرض بلوك دياجرام لهاي الستيم او اللي اوت للتكنولوجيكال بارت للثيرمال باور بلانت. تمام، بمشي فيها ان ديتيلز كمان مره بشرحها يعني ببلوك دياجرام بسيط، وهذا ذا سيم اللي شرح في المحاضره السابقه بشرحه ولكن ببلوك دياجرام بوضح اكثر من البلوك دياجرام تقريبا، بحيث يوضح الجيرني تاعت الكول وهاو دو وي جنريت الكتريسيتي من هذا النوع من السوليد فيول. بعد هيك بستعرض فيري انترستينج فيديو موجود عندنا باليوتيوب من ليرن انجينيرينج. تمام، اللي هو بيحكي على ثيرمال باور بلانت
بستعرضه، بنمشي فيه عن ديتيلز، بنتوقف عند كل نقطة وبنحاول نشرحها بشكل كامل كيف هاي السايكل عم تتشكل عندنا اللي هي الرانكن سايكل، الرانكن سايكل، وبنشوف هاو تو انكريز الافشنسي تاعت هاي الباور بلانتس. برضه بستعرض بشكل عام الستيم توربين، بحكي على الستيتر والروتر والكيس، وهذا كله بشرحه في هاي الكورس اللي هو باستخدام هذا الفيديو ومساعدة هذا الفيديو. بعد هيك بعد ما نخلص السكشن الاول تمام، بنتقل للسكشن الثاني. السكشن الثاني هو بشكل عام بحكي فيه عن انتروداكشن للالكتريكال سيركتس او الانجينيرنج سيركت اناليسيس، بحيث انه بحكي على البيزك سيركت اليمنتس، السورس واللود كونفنشن، السيمتريكال ثري فيس سيستم، السورس اند لود كونفنشن بتنشرح ولكن بشكل بمحاضره وبشكل اخر تمام، دي سي والسيركت دي سي اند اي سي سيركت اناليسيس، زي ما حكينا ان انستانتانيوس باور اللي هو القدره اللحظيه، الاكتف ورياكتف باور، والاكزامبل اوف ثري فيس بالانس سيستم. فهلا راح امر بالاكسلريتد فيديوز الموجودين عندنا. طبعا للتاكيد السكشن السيركت في الباور سيستم 1 تقريبا التوتال نمبر اوف اورز عباره عن 11 اور 11 اورز اند 21 مينتس في السكشن الثاني تمام. هلا بدنا نروح للبيسك سيركت اليمنتس نستعرض الاكسلريتد فيديو مع بعض. فهون تقريبا عم نحكي على البيسك سيركت اليمنتس، الاكتف اليمنت، باسيف اليمنتس. رح نشوف شو معنى اكتف اللي هم بيسكلي سورسز اللي هم بتجنريت الكتريسيتي سواء ديبندنت او اندبندنت، والباسيف اللي هو ريزيستنس والاندكتنس والكاباسيتنس تمام. فهون بستعرض هاي الاليمنتس ان ديتيلز، بعرف شو معنى سورس، شو معنى لود، شو معنى تعريف اكتف اليمنت، شو معنى تعريف الباسيف اليمنتس، شو هم الار لود، الال لود، سي لود تمام، والدي سي والاي سي، كله هذا برضه بشرحه ان ديتيلز، بمهد بشكل عام للمحاضرة اللي بعدها لما نحكي بشكل عام عن بعض الـ other basics of circuits. طبعا هنا برضو بستعرض الـ AC والـ DC، الـ real والـ imaginary تمام، وكيف بيكون عند lag والـ lead وحسب تغير نوع اللود تمام. إذا كان عندك والله resistive load، إذا كان inductive، إذا كان capacitive، وكيف بيكون عندنا مرة lag ومرة lead حسب نوع اللود. شوف من وجهة نظر phasor diagram واللي عبارة عن الـ waveform، الـ AC waveform. المحاضرة اللي بحكي المحاضرة اللي بعدها بحكي فيها عن السورس واللود كونفنشنز تمام. بحيث هون بنشوف شو معنى الكونفنشن لللود، شو معنى السورس، شو الكونفنشنال كرنت، وشو البولاريتي للفولتج وين ات كمز تو ذا سورس وين ات كمز تو ذا لود، شو تعريف السورس، شو تعريف اللود، ومتى بيكون عندي تشارجنج، متى بيكون عندي ديسشارجنج، اكزامبلز على اللودز واكزامبل على السورس تمام. هون يعني تقريبا بيسكس و لهاي الكونفنشن في هذه السيشن. السيشن بعدها بحكي فيها عن السيمتريكال 3 فيز باور سيستم، سيمتريكال 3 فيز باور سيستم، بحيث في هاي السيشن بشكل عام نستعرض شو معنى بالانس اند سيمتريكال 3 فيز باور سيستم، من جو ثرو تعريف البالانس اللي هو الار ام اس فولتجز لهم ذا سيم، الفيز لودز ار ايكوال، وبالتالي الفيز كرنتس اللي درون ذا سيم، شو معنى بوزيتيف ونيجاتيف وزيرو سيكونس بشكل عام، بس من وجهه نظر فيزر، من وجهه نظر اللي عباره عن ساينسودال او تايم دومين تمام. فهذا بشكل عام كلياته بهاي السيشن. وبرضه بنستعرض البير فيز ايكوفالنت سيركت، وبنشوف بعض الاناليسيس شو انواع الثري فيز والواي كونكتد والدلتا كونكتد، ومشرح ليش فور اكزامبل اللاين فولتج في الواي كونكتد سيستم هو جذر الثلاث الفيز فولتج، وليش في الدلتا كونكتد اللاين كرنت هو جذر الثلاث الفيز كرنتس، وهذا كلياته ان ديتيلز بنشرح بهاي السيشن. السيشن اللي بعدها برضه كمان اي جو ثرو السورس اللود كونفنشنز، بعدين ببدا بالدي سي سيركت اناليسيس وماتلاب ابلكيشن، بعدين اي سي سيركت اناليسيس. فهلا اي ويل جو ثرو هاي السيشنز كمان مره. لاحظ هون بشكل عام نحكي عن الكاركترستكس للسيركت اليمنتس، بحكي عن الريزيستنس، بنشوف ريليشن شيب والابلكيشن اوف اومز لو، بنشوف الاندكتنس، بنشوف الكاباسيتنس تمام، وبنستعرضهم ان ديتيلز يوزنج اولسو انيميتد فيديوز نوضحها بشكل عام تمام. بنشوف فور اكزامبل في ريزيستنس لما انا اغير في الريزيستيفيتي غير الكروس سكشن اريا، وبنشوف كيف لما يكون عندي اندكتر، مستعرض فيديو من اليوتيوب بوضح كيف الاندكتر كان ستور والكاباستر كان ستور الانرجي ان ذا فورم اوف الكتروستاتيك فيلدز، وكيف بتصير عمليه التشارجنج والديسشارجنج تمام. هذا بشكل عام في الكاباستر. بعدين تقريبا بوضح بشكل عام ليش فور اكزامبل الفي، فور اكزامبل وين ات كمز تو ذا كاباستر، الفي عاده احنا بنطبق عليها اللي هي 1 على سي انتجرال اي دي تي، او برضه بنوضح على انه فور اكزامبل الدي كيو على دي تي اللي هو الكرنت هو سي دي في على دي تي تمام.
هذا كلياته بنشرح في هاي السيشن ان ديتيلز، بوضح فيها الريليشن شيب تاعت الكاباسيتر زي ما انت شايف، وكيف الانيميتد فيديو بوضح لي البرنسبل اوف اوبريشن لهذا الكاباسيتر. طبعا في البدايه وضحت لك هون في البدايه تقريبا بعض البيسك ريليشن شيبس تاعت الكاباسيتر، في يساوي 1 على سي انتجرال اي دي تي، او الاي اللي عباره عن سي دي في دي تي، وبنحكي عن الريزيستنس. وبعد ما اخلص الكاباسيتر برضه في انيميتد فيديو تقريبا ذا سيم، بوضح فيه للاندكتر وبشرح فيه ان ديتيلز لو انا بدلت هذا الكاباستر باندكتر شو راح يصير عندي الافكت تبع كيف السيركت بيهيفير راح يصير عندي. فلاحظ هون بتبين عندي لما اضيف انا اندكتر كيف عمليه التشارجنج وعمليه الديسشارجنج والالكترومانيتك فيلد الجنريتد هون، هذا كلياته ان ديتيلز بنستعرضه بهاي السيشن. وبنستعرض زي ما حكينا الفي الاي ام اف كروس الاندكتر زي ما انت شايف، وبنشتق بنحاول الاندكتنس ان ديتيلز، وبعدين بوضح لك شو الانرجي ستورد بهذا الاندكتر. طبعا هذا كله تقريبا بيكون في الدي سي سيركت اناليسيس لما يكون في عندي اندكتر ولما يكون في عندي كاباسيتر. تمام، بعد هيك راح اعمل دي سي سيركت اناليسيس وراح اختار مجموعه لودز ونشوف هاو تو فايند الكرنت والفولتج. تمام، وكيف to see the waveform للفولتج كروس هذا اللود والكرنت الموجود عندي. فبستعرض الار لود الار سي لود، تمام، هاو تو رايت الكرنت بشكل عام بهاي السيركتس، بعدين بستعرض الار ال لود، بعد هيك بستعرض الار ال سي لود وبشوف الجنرال ايكويشن لهاي لودز، هاو تو سولف هاي الديفرنشال ايكويشن، بنشوف اكثر من كيس في حاله هاي اللودز. تمام، وبعدين بنشوف هاو تو رايت ديفرنشال ايكويشن يوزنج بلوك دياجرام اند فورث اوردر روم يكوتا تو سولف الار ال سي ايكوفالنت سيركت او سيركت وذ دي سي فولت سورس، ونستعرض هاي الايكويشن ان ديتيلز. بعد هيك تقريبا بطبق سيم اناليسيس اللي طبقنا فيه وعملنا شوي ماثيماتيكال اناليسيس بطبقه على الماتلاب زي ما تشافوا، بستعرض مجموعه هاي اللودز بشوف الويف فورم والفولتج اكروس هذا اللود وبنشوف الكرنت الموجود عندي زي ما انت شايف، بستخدم ار لود بعدين بشوف الار سي لود والار ال لود وبنشوف كيف التغيير. فور اكزامبل اطلع على الفولتج الابلايد هاي الفي الانبوت في كل مره زي ستيب فانكشن، بعدين فور اكزامبل في الار لود بشوف كيف الكرنت تشكل عندي، لاحظ انستنتني وصل طلع. لما يكون عندي فور اكزامبل لو اجي اطلع على الكرنت في الار سي لود، اول شيء بيكون السي كانها شورت سيركت، بعدين بتحول كانها اوبن سيركت، والفولتج اكروس الكاباستر بصير كانه نفس الفولتج سورس. بالنسبه للار ال لود لاحظ الكرنت بشكل عام في البدايه راح يكون عندي تقريبا زيرو انه اوبن سيركت، بعدين بعد في الستيد ستيت بعد 5 تاو فور اكزامبل بيكون الكرنت هو تقريبا يعني كانه ات ويل بيهيف از شورت سيركت، فبيكون قيمته الفي على الار، بينما الفولتج في البداية راح يكون معطيني سبايك عالي بعدين بنزل لأنه الفي هي ال دي اي دي تي، بينما في الكاباستر اللي عبارة عن الاي سي دي في على دي تي. تمام، وبعدين بشوف فور اكزامبل الار ال سي لود وكيف التغيير عم بصير عندي، فهذا بستعرضه تقريبا يوزنج الماتلاب. تمام، وبستعرض هاو تو سولف الديفرنشال ايكويشنز كتبناهم في البريفيس سيشن ويوزنج الفورث اوردر رونج كوتا وهاو تو رايت الكود على الام فايل. تمام، بعد هيك سيم اناليسيس ذات اي هاف بيرفورم في الدي سي اي بيرفورم في الاي سي اناليسيس. تمام، بستخدم بلدور ار لود ار سي لود وار ال لود وار ال سي لود. تمام، وزي ما انت شايف بكتب الايكويشنز تاعت الكرنت، بشوف شو معنى الامبيدنس، شو معنى الريزيستنس، شو معنى الرياكتنس سواء اندكتيف شو معنى كاباسيتيف. تمام، هذا كله اي جو ثرو ات من خلال هاي السيشن. تمام، بستعرضها يوزنج ديفرنت تايبس اوف لودز، و منحل نكتب الكرنت as a function of time اللي بتعطيك indication على الفول behavior لهذا الكرنت من لحظة السويتشنج لحد الستيدي ستيت. تمام، بعد هيك بعد ما حكينا شوية basics عن DC والAC circuit analysis ببدأ شوي بحكي عن الباور، وبحكي في 3 separate sessions عن instantaneous power، بحكي عن الاكتيف رياكتيف اند ابرنت باور، وبعدين بحكي عن اكزامبل بحل في بيكون عندي ار وال وسي لود، بشوف هاو تو ميك سم باور كالكوليشن. فو ويل جو ثرو الاكسلريتد فيديوز تاعته مع بعض. فببدا بالانستانتانيوس باور، بفترض انه في عندي فور اكزامبل اندكتيف لود وفي عندي فولتج ايكويشن وفي عندي كرنت ايكويشن، وكيف بحسب الانستانتانيوس باور وشو الكومبوننتس تاعت الانستانتانيوس باور، كيف بجيب منها. ببدأ من السكراتش كيف ليش الكرنت كون عامل لاجينج، وببدأ ب to derive هاي ال P of T. تمام، وراح أشوف الكومبوننتس تاعت هاي ال P of T، راح أشوف في عندي VI كوساين
كوساين ثيتا، في عندي ماينس في اي كوساين ثيتا، كوساين فاي ماينس 2 اوميجا تي، راح تشوف كيف في عندنا بعض الباور، راح تشوف الويف فورم بتاعت الباور في جزء منها مره نيجاتيف مره بتكون عندي بوزيتيف وهكذا. كيف يعني بوزيتيف بتروح عندي من السورس للود، وفي عندي نيجاتيف ترجع عندي من اللود للسورس، ولكن شو معنى افريج باور في هاي الحاله، وكيف بحصل على الفي اي كوساين فاي مع بعض. تمام، بعدين بشكل عام، ونشوف طبعا الفيس شيفت اناليسس، بعدين بشوف لما يكون عندي كاباسيتر فور اكزامبل شو معنى اللاج والليد، هذا كله مستعرضه ان ديتيلز. تمام، بعدين بشوف بعض الاناليسز لما يكون عندي فقط بيور اندكتيف وبيور كاباسيتيف. تمام، وكيف بيكون عندي اللاج والليد، وليش ما بيكون عندي اكتف باور في هاي الحاله، فقط راح يكون عندي فور اكزامبل رياكتف باور. تمام، هذا بشكل عام بيكون من خلال هذا الاناليسز. تمام، راح يكون عندي من خلال هذا الاناليسز. بعدين بشوف موضوع الاكتف والرياكتف والابرنت باور، وبرجع على الايكويشن الرئيسيه تاعت البي اوف تي اللي راح كانت عندي تو كومبوننتس. شو هو الفيرست كومبوننت؟ بنشوف انه هاو انه هذا الفيرست كومبوننت كانت جو تو نيجاتيف، لانه راح نشوف بشكل عام انه الكوساين عندي ماينس 1 ل 1، وهذا كلياته لما اشوف اعمل اناليسيس راح طلع الافريج باور راح تكون عندي بوزيتيف هون زي ما انت شايف. بعدين بستعرض هاي البي اوف تي، وبعدين بعد هيك بفرجيك بعض، لاحظ بكتب كود بوضح هاي العمليه شو ليش الباور بعض الحين بتنزل عندي لنيجاتيف. تمام، بعد هيك بيكون عندي بستعرض الرياكت باور. بعد ما نحكي عن الاكتف باور، هون زي ما حكينا هون بينا الاكتف باور بين عندي اللي عباره عن في اي كوساين فاي. بعد هيك بحكي عن الرياكتف باور اللي هو السكند كومبوننت للانستنتينيوس باور، بنبين انها الافريج بارت ايكوال تو زيرو والماكسيمم بارت ايكوال لفي اي ساين فاي، وبالتالي راح نشوف هاي الماكسيمم بارت لها اللي هو الرياكتف باور. بعدين راح نشوف انه الابرنت باور هو مجموع لهذول التنتين ولكن ككومبلكس تقدير بالك. تمام، هي عباره سكوير روت اوف بي سكوير زائد الكيو سكوير. تمام، وبستعرضها من وجهه نظر فيزرز بنوضحها بشكل عام. تمام، بعد هيك بنستعرض سيركت فيري سمبل سيركت اي سي سيركت، بنعمل زي شويه سيركت الاي سي سيركت اناليسيس، وبنشوف الاكتف باور والرياكتف باور، وبنشوف هاو كالكوليت الكارت، ونشوف البي والكيو عند كل برانش كيف تطلع الايكوفالنت سيركت مجموع التوتال اكتف الرياكتف والابرنت باور لهي السيركت. بعد هيك بحكي عن البالانسد سيستم وشو معنى بير فيز ايكوفالنت سيركت. تمام، بحكي عن اكزامبل للبالانس سيستم، بشوف البير فيز ايكوفالنت سيركت واي بيرفورم ثيفرين نودال اند مش اناليسيس. بعدين بشوف كيف استخدم البير يونت اناليسيس والبير يونت للترانسفورمر، بنشوف مجموعه اكزامبلز للبير يونت. تمام، فببدا بالاناليسيس لهذا السيستم، حال باخذ سيستم بالانسد وبشوف شو معنى بير فيز ايكوفالنت سيركت، وبعمل شويه اكتشوال ماثيماتيكال اناليسيس لهذا السيستم. ففي هاي السيشن بنحكي بشكل عام عن 3 فيز سيستم اللي هو زي ما انت شايف هون، كيف الريد واليالو والبلو، بيكون عندي شو الفيس شيفت بين كل واحد وواحد، شو كيف نحسب الاكتف والرياكتف باور للثري فيس سيستم، وكيف بيكون عندي البير فيز اكوفالنت سيركت لهاي النتورك، وبنشوف شو الكومبوننتس اللي بتدخل عندي بعين الاعتبار، وبنستعرض بعض الديتيلد اناليسز لتوضح لي كل هاي الكومبوننتس. تمام، بنحكي على الترانسفورمر، بنحكي شوي على الجنريترز، شو البير فيز اكوفالنت سيركت والفيكتور جروبس، بحيث انه وي جو ثرو هاي الديتيلز مع بعض في هاي السيشن. تمام، وبستفرجيك شو الايكوفالنت سيركت لموست اوف الكومبوننتس اللي بستخدمها بالبورس. بعد هيك باخذ هذا السيستم الواضح امامك، في فور اكزامبل 3 جنريترز مع 2 لودز 2 ترانسفورمرز ترانسميشن لاين زي ما انت شايف، وببدا اعمل اناليسز، والهدف الرئيسي من هذا الاناليسز انه تو فايند الكرنت اللي بمر عندي بهذا اللاين كونسيدرينج بعض البارامترز اللي جيفن لهذا السيستم. تمام، فببدا بقرأ السيستم بفهمه، برسم الإكوفالنت سيركت لإله البير فيز. تمام، بعدين ببدأ أعمل أشوف how to transfer هاي الماشينز والإكوفالنت سيركتس towards the transmission line side. بعدين بعد ما أعمل transferring لهاي السيركتس towards the line side راح أصل على another circuit اللي هلا راح فرجيك إياها، وبناء عليها لاحظ هاي السيركت اللي أنا حصلت عليها بعد ما أنا نقلت كل الكومبوننتس. هلا بدي أحسب الكرنت اللي بمر عندي باللاين، هون راح أبدأ أستخدم الثيفنين ثيوريم فور إكزامبل والنودال أناليسز، وكيف أجيب الفي ثيفنين وزد الثيفنين حتى أني أحصل على الكرنت، واستخدم المش أناليسز والنودال أناليسز. فهذا كله ياته بطبقه تقريبا في هاي السيشن، تعمل ريفرشمنت لهاي
السيركت تكنيكس خليني احكي، بعدين بمهد للبير يونت، لانه لاحظ في كومبلكسيتي في دوينج الاناليسز بهذا الوضع، تمام؟ لذلك بنمهد للبير يونت اناليسز اللي بنشرحه في السيشن اللي بعدها. بعد هيك بنحكي عن البير يونت سيستم، تمام؟ وببين شو معنى الفاليو بالبير يونت اللي هو الاكتوال على البيس فاليو، سواء كانت الفولت او الكرنت الامبيدنس. بنحدد شو معنى 100 فولت امبير بيس او اس بيس، شو معنى كيلو فولت بيس او اللي عباره عن الفي بيس، تمام؟ بنوضح هاي النقاط في هاي السيشن، بنمهد فيها لاكزامبل فيري جود اكزامبل مشرح فيه البير يونت ان ديتيلز، وكيف بطلع زد البير يونت للترانسفورمر او اكسب ترانزيت للجنريتر النيو وللاينز الكيبلز، كل هاي وي جو ثرو ات ان ديتيلز تقريبا، بمهد للاكزامبل اللي مشرحه ان ديتيلز بالسيشن اللي بعد. بعدين بنشوف شو البير يونت للترانسفورمر، هاو تو كيف بعبر عن الترانسفورمر يوزنج البير يونت، راح نشوفه هذا برضه بسيشن منفصله. ايضا هاي السيشن باي ذا واي موجوده كمان في تريننج كورس تبع الترانسفورمر، تمام؟ ففي هاي السيشن بشرح عن الترانسفورمر وهاو تو كالكوليت الاكس بير يونت، ناخذ اكتوال فاليوز للترانسفورمر موجودين، كيف نحسب الزد الاكتوال لهاي الترانسفورمر من معرفتي الشورت سيرت امبيدنس مع بيسك بارامترز للترانسفورمر سواء ابرنت باور ولاين تو لاين ترانسفورميشن ريشيو. بعدين بكون عندي راديال باور سيستم اللي حكينا عنه، بعدين اي جو ثرو ات واي نورمالايز هاي الفاليوز وي فايند ذا بير يونت كوفلنت سيرت لهي النتورك، تمام؟ بحيث انه سيرتن ميجا فولت امبير بيس راح تنعطى لنا كيلو فولت بيس السيرتن سكشن، وي جو ثرو ات ان ديتيلز، وبنحاول نشرح كل كومبوننت هاو تو فايند البير يونت لكل كومبوننت فيها، سواء جهه اللود الجنريتر اللاين الترانسفورمر وغير ذلك. بعدين نستعرض هذا الباور سيستم، وهي السيشن طبعا اوبن فور بابليك، اكزامبل بسيط جدا في جنريتر وموتور ولودز ولاينز وترانسفورمرز، وتنعطى الي ميجا فولت امبير بيس 100 وكيلو فولت بيس 25 عند الجنريتر سكشن، اند هاو دو وي نورمالايز الفاليوز بناء على هاي البارامترز اللي جيفن. فراح ببدا ب element باي element، درسه تقريبا هاو ذا كوفلنت سيرت ويل لوك لايك، تمام؟ وببدا اعمل نورماليزيشن بناء على هاي البيز فاليوز، وبقسم هذا الباور سيستم لسكشنز، وببدا عند كل سكشن بحسب البير يونت للماشين او الاليمنت الموجود عندي، حتى فاينلي اي درو ذا كوفلنت سيرت لهذا السيستم، ونحط الاكتوال النيو نورمالايزد بير يونت بارامترز، خليني احكي لهذا الباور سيستم. طبعا ان ديتيلز نيوميريك اكزامبل فيري جود، بمهد لما بعده من فولت اناليسيس باور فلو ترانزينت ستابيليتي. بعد ما هيك بنكون خلصنا سكشن نمبر 2، بنحكي في سكشن نمبر 3 عن الالكتريكال ماشينز في الباور سيستم والسبستيشنز بشكل عام. بلاحظ تقريبا هذا السكشن مدته 7 ساعات تقريبا 7 اورز، تمام؟ و7 مينتس، بستعرض فيه 5 مين components في الباور سيستم، وذي ار ريلي هيفي كومبوننتس، تمام؟ بستعرض فيه سينكرونس جنريتر اوفر فيو، الباور ترانسفورمر برضه اوفر فيو، الاندكشن موتورز اوفر فيو. هلا واحد بقول لك ليش استخدمت هدول الماشينز؟ الجنريتر لانه في عندي في الجنريشن، الترانسفورمرز كل الباور سيستم في عندي ترانسفورمرز، الموتورز لانها ريبريزنتك تقريبا الدايناميك لودز اللي هي تقريبا 80% من اللود الموجود، تمام؟ بعدين بحكي عن السبستيشنز الان بتوين والترانسميشن لاين انتر كونكتنج هاي الكومبوننتس كلها مع بعض. فلاحظ تقريبا عم نحكي عن الافرج يعني ساعه وربع تقريبا لكل سيشن، شيء ساعه ونص، شيء ساعه، شيء ساعه وربع، شيء تقريبا ساعتين لما نحكي عن السبستيشنز، وساعه وثلث للترانسميشن لاين. اي ويل جو ثرو اكسلريتد فيديو لهاي السيشنز مع بعض، تمام؟ طيب هاي السيشن ببدا فيها باول سيشن بنحكي فيها عن الاوفر فيو للمين كومبوننتس، وببدا بالسينكرونس جنريتر، تمام؟ بالسينكرونس جنريتر ببدا بشكل عام الديفينيشن للسينكرونس جنريتر، الكونستراكشن تبعه، تمام؟ بعدين يعني بدخل بالكونستراكشن زي ما كنا تبع السينكرونس جنريتر، ببدا بالبرنسبل فور اوبريشن هاو تو درايف الاي ام اف للثري فيز روتاتينج ماجنتيك فيلد سمبليفايد ايكوفالنت سيركت، السيلندريكال باور روتر ايكوفالنت سيركت للجنريتر، والساليانت باور روتر ايكوفالنت سيركت، ببدا تو درايف الاكتيف والرياكت باور للجنريتر، تمام؟ بعدين بشكل عام بحكي زي ما تشاف على الباور فلو دياجرام، بحكي على الايكوفالنت سيركت للسينكرو جنريتر بير فيز دياجرام، اللودينج فيزر دياجرامز بيز اون اللودينج كونديشنز،
بحكي عن المين كومبوننتس الماثيماتيكال موديل بشكل عام، اي جو ثرو ات بشكل سريع، تمام. فتقريبا هنا يعني هي نظره عامه للسينكرونس جنريتر، علما انه في ديديكيتد كورس خاص فقط بالسينكرونس جنريتر. بعدين زي ما عملنا بالسينكرونس جنريتر تقريبا بعمل ذا سيم بالباور ترانسفورمر، وباخذ نظره عامه وشامله عن الباور ترانسفورمر، تعريفه بشكل عام، الكونستراكشن تبع الباور ترانسفورمرز، تايبس تعونه، الديريفيشنال ايديال بشكل عام، الترانسفورمر بشكل عام، البرنسبل اوف اوبريشن تبعه، بعدين ريال ترانسفورمر بستعرض الاكوفالنت سيركت، هاو تو درايف الاكوفالنت سيركت لإله بشكل عام، بكتب ديفرنشال ايكويشنز، بكتب البير فيز اكوفالنت سيركت لهذا الترانسفورمر، بحكي عن النو لود او الاوبن سيركت تيست والشورت سيركت تيست، تمام. بعدين بحكي على الباور فلو دياجرام، بحكي على الافشنسي، بحكي على الفيزر دياجرام، الديفرنت لودنج كونديشنز بشكل عام. بعدين اكزاكتلي ذا سيم وات وي هاف دان في الجنريتر والباور ترانسفورمر بعمله بالاندكشن موتور، بحيث بعمل اوفر فيو عام عن الاندكشن موتور كاحد المين لودز الموجودين عندي بالباور سيستمز، تمام. فبشكل عام بحكي عن الديفينيشن، بحكي عن الكونستراكشن، البرنسبل اوف اوبريشن، بنحكي عن الانديوست اي ام اف الجنريتد، بنحكي عن الكونسبت اوف سليب، بعدين بنحكي عن الالكتريكال فريكوانسي، بنحكي عن الترانسفير الترانسفورميشن ريشيوز لإله، بنحكي عن الكرونس بريمتيف موديل لإله، تمام. كيف بحول من اي بي سي لالفا بيتا لدي كيو، وبستعرض هاو تو درايف الاكوفرنس سيركت، بحكي عن النو لود تيست او الاوبن سيركت تيست نوعا ما، وي كان سي، واللوك تروتر تيست او الشورت سيركت تيست، بحكي عن الباور فلو دياجرام، بحكي عن الالكترومغنتيك تورك للاندكشن موتور، وهاو تو درو السبيد تورك كاركترستيك لإله، وبستعرض الماثماتيكال موديل للاندكشن موتور. فهي بتكون انت اخذت نظره عامه وشامله، تمام. هذول الثري مين تايبس اوف ماشينز لهم ديديكيتد كورس ديتيلد، وفي فيديوهات تعريفيه يو كان جو ثرو ذم بشكل عام، تمام. بعد هيك بحكي عن الترانسميشن لاينز، بحكي عن الترانسميشن لاينز اللي هي اللي بتربط بين هاي الكومبوننتس بسيشن كثير انترستينج وفيري امبورتنت. بشكل عام بحكي عن why have we stepped up the voltage في الجنريتر step up transformer، بحكي تأثيره على الترانسميشن لاين وكيف بساعد هذا الاشي للترانسميشن لاين عندنا، تمام. وبستعرض بشكل عام المين بارامترز للترانسميشن لاين، سواء الريزيستنس، الاندكتنس، الكاباسيتنس والكوندكتنس، وبحكي عن الالكترومغنتكس، تمام. بحكي عن انالوجي بتوين الالكتريك اند ماجنتيك فيلد، لانه لما احكي بالسكشن الرابع راح افوت ان ديتيلز ببعض الامور اللي لها علاقه بالالكترومغنتكس، ولكن راح امهدلها في هاي السيشن نوعا ما، تمام. فهاي الانالوجي بتوين الالكتروستاتيك والماجنتوستاتيك فيلدز او الكتريك اند ماجنتيك والالكتريك اند ماجنتيك سيركتس. بشرح عن ماكسويلز ايكويشنز، الفور ماكسويلز ايكويشنز ان ديتيلز، لان راح استخدم تو مين equations موجودين عندي في السكشن اللي بعده لما احكي عن سكشن 4، تمام. فهذا كلياته بيكون بالترانسميشن لاين اوفر فيو ليكتشر. بعد هيك بحكي عن very nice sessions، بحكي فيها عن الباور سيستم substations او الالكتريكال باور substations، بحكي عن تعريف substations وين اماكنها، لانه بتعامل مع الباسز، انها فعليا باسز هي فعليا هي substations بتكون عندنا او switch gears، تمام. بحكي عن الانواع تاعت substations، بحكي عن اماكن وجودها في الباور سيستم، primary transmission، sub transmission، primary and secondary، بنحكي عن distribution substations، وبنحكي عن primary and secondary distribution. بستعرض كمان مرة أنواع substations، will go through single line diagram, layout, sections، تمام، at different types of substations. نحكي عن بعض ال other types of substations، the switching، the step up stations، the power factor correction substations، the frequency substations، mobile substations، هذا كله بستعرضه. نحكي عن ال AIS وال GIS، نحكي عن ال hybrid switch gear، how to compare between a conventional AIS مع hybrid مع GIS، تمام. substations، how to read section، how to draw single line diagram من section and layout، تمام. هذا كله بستعرضه برضه هون، كيف الفرق بستعرض، بكتب وبرسم بعض السنجل لاين دياجرام لبعض الفيمس سيركتس ان دبل بس بار سيستم، بشوف الاي اي اس الجي اي اس، بشوف نوع البس بار سكيم بشكل عام، تمام. وبستعرض الادفانتجز فور ايتش اند افري بس بار سيستم. بعد ما اخلص سكشن 3 ببدا بسكشن 4 اللي هو بحكي فيه عن الاوفر هيد ترانسميشن لاينز، وببدا باناليسز
very good analysis بحكي فيه عن resistance، بحكي فيه عن inductance، الكاباسيتنس، بعدين شو الايكوفالنت سيركتس لهاي الترانسميشن لاينز. فببدا باول سيشن بهذا السكشن اللي هو تقريبا توتال نمبر اوف اورز فيه 11 اورز اند 17 مينتس، بنحكي فيه فقط على ترانسميشن لاينز. لاحظ بديوريشن فور ايتش اند افري سيشن زي ما انتم شايفون. ببدا باول سيشن وبحكي عن الريزيستنس اوف ذا ترانسميشن لاين، بحكي عن ببدا باول element اللي هو resistance of the transmission line، وببدا اشرح عن how to classify material بناء على conductivity لconductors semi conductors و non conductors. ببدا اشرح عن تعريف الالكتريك كرنت، تمام، تعريف الالكتريك كرنت بشكل عام من material electromagnetics، الكرنت density، الconvection current والconducting conduction current. خليني احكي وببدأ ببعض البيسكس في الالكتروماغنتكس، بمهد عشان نعرف شو معنى الكوندكتيفيتي، خليني احكي وشو الاكويشن تاعت هاي الكوندكتيفيتي بشكل عام اللي عبارة عن سيجما، تمام. فبشرحها لانه راح امهد لما ابدأ بأومز لو. اي درايف أومز لو من سكراتش بشكل عام زي ما انت شايف هون، ببدا فيه بشتقه وببين شو على ريزيستنس اوف ذا ترانسميشن لاين ديبينز اون وات، تمام. فهذا بشكل عام عن الترانسميشن لاينز. بعدين ببدأ بالإندكتنس بشكل عام. لاحظ تقريبا بنحكي عن 1 2 3 4 5 6 سيشنز بنحكي فيها عن الإندكتنس، بنحكي على الانترنال إندكتنس اوف كارنت كارين كوندكتر، بنحكي على الاكسترنال إندكتنس، بنحكي عن التوتال إندكتنس، بنحكي عن الفلكس لينكج اوف كوندكتر ان ا جروب اوف كوندكتر، بعدين بحكي عن الإندكتنس ان 3 فيز سيستم وذ ترانسبوزيشن. نبدأ بالإنترنال إندكتنس أوف ترانسميشن لاين ومقسومة هاي السيشن لقسمين، تمام؟ ومنشوف هاي الإنترنال إندكتنس على إيش تعتمد. رح نشوف البيسك بقى. طبعاً ببدأ بالبيسكس، ببدأ بي زي ما مهدنا في ترانسميشن لاين سيشن عن أمبيرز لو، برضه بستعرض أمبيرز لو هون والكونتينيوتي إكويشن بشرحها، وببدأ من سكراتش لما يمر عندي كارنت في كوندكتر، هاو تو درايف الالكتريك الماجنتيك فيلد انتنسيتي يوزنج بايو سافارت لو، تمام. وببدأ يوزنج البيسكس بشكل عام، بمهد ل يوزنج طبعا البيسكس اوف الكترومانيتك سيلندريكال كوردينيت سيستم زي ما انت شايف، وبمهد ل درايفنج هاي الانترنال اندكتنس. بعد ما مهدنا هلا بدا ان ذا ديريفيشن، واستخدم امبيرز لو كيف من سكراتش هاو تو درايف هاي الاندكتنس من الالكترومغنتكس لوز البرنسبلز تاعتنا، وحتى اوصل للفيري فيموس ايكويشن اللي انا بحث فيها الانترنال اندكتنس اللي هي الهاف اكروس تو باور ماينس 7 في بشكل عام هنري، تمام. هاي نقطه مهمه جدا. بعد هيك بحكي عن الاكسترنال اندكتنس، تمام، لما يكون بدرس برا الكوندكتر، تمام، وببدا ان درايفنج هاي الاندكتنس من سكراتش برضه، ولكن اكسترنالي حتى احصل لا ايكويشن لا ال الاكسترنال. فكان عندي اذا ال انترنال من البريفيوس سيشن وال الاكسترنال من هاي السيشن، عشان بعدها في توتال اندكتنس نحسب التوتال اندكتنس من معرفتي لهدول التو اندكتنسز. بعد هيك بحسب التوتال اندكتنس للسيكل كوندكتر، تمام، من معرفتي للفلكس لينكج الانترنال والاكسترنال، بطلع الفلكس لينكج التوتال وبنشوف هاو تو درايف هاي الاندكتنس. After this we find the flux linkage اللي هو الفيض التشابكي لكوندكتر معين in a group of conductors in a group of conductors، تمام. فببدأ من البيسكس تاعت الفلكس لينكج اللي هو السلف زائد الميوتشوال، وببدأ step by step manner we derive هاي الاندكتنس للكوندكتر، for example ith conductor in a group of conductor، لأن راح تساعدني في ال three phase in deriving ال three phase inductance. بعدين بشتق الاندكتنس للثري فيز سيستم وذ ترانسبوزيشن، يعني تغيير مواقع الفيزز بعد سيفرال هندردز بشكل عام، سيفرال كيلومترز خليني احكي بشكل عام، تمام. وبشرح ليش نعمل الترانسبوزيشن، هذا من اكده من بينه why did we do the transposition، وبالتالي هذا. وبستعرض طبعا الترانسبوزيشن تاور بشكل عام، وببدأ بفايندينج الفلكس لينكج في كل سكشن 1 2 3، بطلع الافريج فلكس لينكج، وبعدين بقسم على الكرنت، فبطلع التوتال الاندكتنس بير فيز، تمام، للكوندكتر في حاله 3 فيز سيستم. بعد ما احكي عن الاندكتنس ببدأ بالكاباسيتنس، فبحكي عن تعريف الكاباسيتنس والالكتريك فيلد انتنسيتي، بحكي عن الكاباسيتنس للبارل بليت سيلندريكال وسفيريكال كاباستر، بحكي عن الكاباسيتنس
of a conductor and divergence example. تمام؟ بعدين ببدأ بالإلكتريك potential of conductor in a group of conductors بهيك مجموعة sessions very interesting حتى أمهد للكاباسيتنس السنجل فيز سيستم وأشوف الإيمج ثيوري وأشوف الثري فيز سيستم كاباسيتنس. في هاي السيشن ببدأ أمهد وأحكي فيها عن الكاباسيتنس تمام؟ وبعرف شو هي الكاباسيتنس ك one of the main parameters في transmission lines وببدأ باستخدام Gauss law وببدأ إنه we calculate the electric field intensity at some point for example due to a charge conductor for example ببدأ برجع بعمل refresh ليور مايند للإلكترومانيتك principles تمام بحسب electric field intensity للline لإنفينيت شيت لأنه هذا كله بيساعدني حتى إني أفهم الإندكتنس يعني من deep down تمام فهي نقاط مهمة كتير جدا نفهمها. بعد هيك بحكي عن different types of capacitors, parallel plate capacitors, cylindrical and spherical, and I derive the inductance in step by step, the capacitance, sorry, in step by step manner using, زي ما تشايف هنا, Gauss law, we derive high capacitance for different types of capacitors, حتى نكون فاهمين the basics. بعد هيك بنحاول نفهم the capacitance of transmission line, تمام؟ بشكل عام ليش بيكون في عندي capacitance وبنشرحها in details تمام بحيث انه نبدأ بالبيسكس تمام لما يكون عندي conductor لحال كيف ليش اصلا بيكون في عندي في capacitance تمام ولو يكون عندي for example any field vector لو يكون عندي any field vector وبدنا نستخدم for example نطلع نقطة مهمة جدا الflux لهذا الفيلد فيكتور و we verify it using the divergence theorem هذا برضو من ال very interesting sessions اللي بتحاول توضح لي يعني البيسكس اللي بتمهد لي عشان أفهم الكاباسيتنس أكتر وأكتر تمام فبرضو وهذا example مهم جدا وكيف how to find the divergence how to verify the question تبعنا using the divergence theorem تمام هاي نقطة مهمة. بعد هيك بحكي عن electric potential of conductor in a group of conductors زي ما حكينا في الاندكتنس عن flux linkage of a conductor in a group of conductor فالانالوجي انه نحكي عن electric potential of conductor in a group of conductors هو انا ببدأ زي ما تشايف how to find self or mutual بعدين بمجموعة conductors انك how to find the potential difference with self and the mutual و how to تعامل مع logarithmic functions here. بعد هيك بنحكي عن capacitance of single phase system وبندرس نفس هذا السيستم ولكن بوجود الميرور افكت بوجود اخذها من الاعتبار الجراوند وبعدين بحكي عن capacitance of three phase system. Here بكون عندي for example single phase system زي ما انت شايف و two conductors اللي هو phase and neutral وببدأ ب deriving capacitance from scratch تمام بحيث انه بنبدأ بوضع اللوز من البيسكس وانتل اي جيت تو ذا فاينل ايكويشن اللي بتساعدني من خلال كونفيجريشن التاور هاو تو درايف هالكاباسيتنس اور الاندكتنس اور الريزيستنس بعدين سيم اناليسيس تقريبا اللي اخذته بالبريفيس سيشن بعمله ولكن اخذه من الاعتبار الايرث انتو كونسيدريشن تمام هنا بدرس الايمج ثيوري برضو بشرحها ان ديتيلز شو تعريف الايمج ثيوري تمام وببدأ بمهد لها حتى لما أقدر أبدأ الأناليسيس عندي أكون فاهم البيسكس تمام ببدأ ب to find the potential لهاي الكوندكترز وبعدين بطلع الفاينل equation لهاي الكاباسيتنس لسنجل فيس سيستم أخذها بعين الاعتبار الإيمج ثيوري بعدين بنحكي على الكاباسيتنس of three phase transmission lines تمام زي ما تشايف هون عندي 3 phase system بدي اطلع VAB VAC بعدين بطلع ال potential for each phase بعدين ببدأ بأجمع ال potentials using ال phaser using بشكل عام ال vectors I can calculate and help me in my derivation بعد هيك بنبدأ بال equivalent circuit transmission lines وببدأ بالشورت ترانسميشن لاين بحكي عن السيد ستيت والديناميك اناليسيس بحكي عن الفولتج دروب والفولتج ريجوليشن فلاحظ في هاي الانترستنج سيشن ببدأ بشورت ترانسميشن لاين وزي تو بورت سيستم بطلع العلاقة اللي بتربط بين السندنج اند فولتج اند كرنت مع ريسيفنج اند فولتج اند كرنت تمام وببدأ برسم الفيزر دياجرام عند ديفرنت لودنج كونديشن ابور فاكتور اوبريتنج كونديشن ومن الفيزر دياجرام بحاول اني اطلع الفولتج دروب والفولتج ريجوليشن وبعض الايكويشنز اللي بتساعدني في الشورت ترانسميشن لاين بعدين بكتب الدايناميك موديل للشورت ترانسميشن لاين
بعدين ببدأ بالميديوم لينكث ترانسمشن لاين، وبحكي عن الجي اكوفالنت سيركت، وبدرس الفيرانتي افكت فيها، بحكي عن التي اكوفالنت سيركت، بحكي عن الباي اكوفالنت سيركت. تمام، فببدأ في اللمب ات ذا ريسيفنج اند، او بعض الاحيان احنا بنسميها جي اكوفالنت سيركت، وبرسم وبكتب الايكويشنز تربط السندنج اند بارامترز مع ريسيفنج اند، وان ذن اي try to prove the Ferranti effect, تمام, why in receiving end voltage is greater than sending end voltage even the line is not loaded, وبكتب الديناميك موديل لإله. بعدين بحكي عن T equivalent circuit، وببدأ زي ما انت شايف بالSteady State and Dynamic Analysis. تمام، بوضح how to represent how شو equivalent circuit في هاي الحالة. تمام، طبعا using the KVL وال KCL أكيد، وبحاول بعد هيك أبدأ بالدايناميك أناليسز للترانسميشن لاين التي إكوفالنت سيركت. زي ما عملنا بالتي بنعمل بالباي إكوفالنت سيركت، فببدأ بالستيد ستيت والدايناميك أناليسز كمان، بحاول to find the relationship between sending end parameters and receiving end parameters، وبعد هيك ببدأ بالدايناميك أناليسز. تمام، هاي نقطة مهمة بتهمني لما أبدأ الديناميك أناليسز ولما أحكي عن ميديوم لينك ترانسميشن لاينز. هلأ لاست يعني لكتشر في سيكشن 4 ولاست لكتشر بي بارت 1 من باور سيستم أناليسز بحكي فيها عن اللونج ترانسميشن لاينز، وذا سيم ثينج بحكي عن السيد ستيت وبحكي عن الديناميك أناليسز. فلاحظ هون تقريبا ببدأ باللونج ترانسميشن لاين وهاو تو ريبريزنت هذا الترانسميشن لاين. زي ما تشايف بفرجيك الاكوفالنت سيركت وهاو تو رايت الكي سي ال والكي في ال هون، كيف بعبر عن هذا الترانسميشن لاين يوزنج هالديفرنشال لينث الموجود عندنا. تمام، ويتش از ريلي فيري امبورتنت، بنحكي فيها عن البروباجيشن، بنحكي فيها عن عده توبكس فيري انترستينج لما نحكي عن الترانسميشن لاين. تمام، فهذا بشكل عام عن اللونج ترانسميشن لاين. تقريبا هذا كان ان اوفر فيو اباوت الباور سيستم اناليسيس بارت 1. هلا ريفرنس بوكس اللي انا عاده يعني برجع لها كتاب اللي هو البور سيستم اناليسيس اند ديزاين لجوبتا، وكتاب البور سيستم اناليسيس لجرينجر، ولما يكون فيها العلاقه بالالكتريكال ماشينز برجع الالكتريكال ماشينري فاندمنتالز ستيفن تشابمان، وبرجع لجنرالايز ثيوري اوف الكتريكال ماشينز لبمبارا. يعني هاي بشكل عام ريفرنس بوكس اللي احنا بنلجأ لها. يعني هذا كان استعراض لهذا الكورس بشكل عام، يعني لأي واحد بحب إنه يستعرض يأخذ الجدول ديتيل، طبعا راح نحطه موجود عندنا في هذا البوست، وممكن يتواصل معنا من خلال الرابط الموجود عندنا من خلال الواتساب، ويعطيكم العافية.